اليوتيوب فضاء جديد لشباب اليمن يرسمون به المشهد الإعلامي في البلاد ويتداولون فيه قضايا تمس حاضرهم ومستقبلهم بلا حدود أو حواجز. رئيس مصلحة الضرائب يفتي بجواز الصدقة الرشوة الصدقة على موظفي الضرائب. قرار جديد تجوز الرش الصدقة على موظفي الضرائب. بدأت روابط على نهاية 2011 بداية 2012، كانت بداية شبابية. بدأنا عبارة عن مجموعة شباب حاولوا أنهم يغيروا من الوضع بطريقة مختلفة. في 2013 شهر 6 تحولنا إلى نظام مؤسسي، أصبح عدد الموظفين في روابط ما يقارب 14 شخص برواتب ثابتة. العاملين معنا يتجاوز العدد 40 فرد. المتطوعين معنا فاتحين باب التطوع يصل إلى 180-200 فرد. نقيم العديد من الأنشطة والفعاليات بالإضافة إلى البرامج الترفيهية الكوميدية وكذلك البرامج الهادفة الساخرة سياسية اجتماعية. خطوات مهمة يخطوها هؤلاء الشباب في شد انتباه مجتمع الحداثة المتابع لعالم التواصل الاجتماعي الواسع دون رقابة أو فرضيات تطيح بمعالجاتهم ليوميات معاناتهم بشكل ساخر. المجتمع اليمني يعاني من مشاكل متعددة، يعني آلاف القضايا العالقة، ودورنا احنا كشباب بصراحة انا لم استطع ان اقوم بايصال الرسائل التي اود عن طريق وسائل الاعلام الرسمية من التسعينات وانا اشتغل معهم، فبصراحة انتقلت الى المجال اليوتيوبي اللي فيه حرية اكثر. مستمتع معنا كثير في روابط، وحتى مثلا لما نخرج للشارع الناس بيسلموا علينا بيتفاعلوا معنا، دليل انهم بيتابعونا في روابط. دائما ما تتحقق كل الأحلام مع وجود الاجتهاد والموهبة، ليختلف هنا التأثير بالطبيعة البسيطة ورسم الابتسامة المحزنة لدى الجمهور. مضمون نقدي بقالب كوميدي يتفنن هؤلاء الشباب في رسمه للناس، عل وعسى يحرك ما بداخلهم من غيرة لإصلاح ما أفسده السابقون في هذا البلد المنهك قبليا وسياسيا. لبرنامج اليوم على الحرة من صنعاء، عمر الورفي.